طيب اليوم ان شاء الله بدنا نستعنف في بعض النتورك اركتكتشر او بعض الاركتكتشر المعروفه. يعني حنستعنف من عند الموبايل نت. طبعا للتذكير احنا بدانا في هذه السلايد انه شفنا بعض الكلاسيكال نتوركس المعروفه زي مثلا النونت 5 والالكس نت والفي جي جي، كيف الاركتكتشر تبعتهم. شفنا كذلك الريز نت والانسبشن. الآن بنكمل يعني بعض النتوركس المعروفة واللي كان أداء تبعها كتير ممتاز في العديد من الأبليكيشن. فنستأنف من عند الموبايل نت. طبعا الموبايل نت إنه الموتيفيشن لهذا النوع من الشبكات إنه أنا محتاج لو كومبيوتيشنال كوست، يعني في الديبلويمنت، يعني انه انا بدي استخدم هذه الموديلز على الموبايل ديفايسز او على الامبيدد ديفايسز. في هذه الحاله انه بكون في عندي الرام والسي بي يو ليميتد ريسورسز، فبالتالي انه انا بدور على نسخه من الشبكه بحيث انه تكون انه الكمبيوتيشنال كوست تبعتها انه منخفضه، بحيث انه يعني يتم تشغيل الابلكيشن هذا بسهوله. تمام. فبالتالي انه البيزك ايديا هنا في الموبايل نت انه بدل ما يكون في عندي هنا نورمال كونفولوشن، بده يكون في عندي ديبث وديبث وايز سيبيرابل كونفولوشن. كيف الديبث وايز؟ يعني النورمال كونفولوشن كنا نتطلع فيه، انا عندي هنا يعني صورة في مكونة من 3 قنوات اللي هو الار والجي والبي، شكلها زي هيك، وبطبق عليها فلتر تمام بهذا الشكل. تمام. وبطبق عليها يعني مثلا على سبيل المثال انه هنا طبقت عليها 5 فلتر، فبالتالي هذا بيؤدي انه يتتكون انا عندي الناتج عبارة عن هذه المصفوفة والابعاد تبعتها او العمق تبعها 5، لانه انا كان عندي هنا 5 فلتر، فبالتالي انه هذه 4 في 4 في 5 بهذا الشكل. تمام. فحكيت المطلوب مني هنا قديش احسب قديش الكمبيوتيشنال كوست انا عندي. طبعا هنا عندي عملي يعني 3 في 3 في 3، هذه الفلتر باراميتر، وانا عندي الفلتر بوزيشنز انا عندي 4 في 4 تمام، ضرب عدد الفلترز 5، حاصل ضرب هذول الارقام كلهم انا عندي 2160. طيب الدبث وايز، انه النورمال كونفولوشن بدي احوله للدبث وايز. كيف؟ انه هذه النورمال كونفولوشن العمليه هذه بدي افصلها لجزئين تمام، اللي هو جزء للدبث وجزء للبوينت وايز. تمام. فبالتالي انه هنا بدل ما يكون في عندي هنا مصفوفه 3 في 3 كل واحده لقناه، فبالتالي انا بيكون في عندي هنا المصفوفة هذه اللي هي الديبث وايز بتمثل انا عندي الفلتر تمام بدون ما يكون ثلاثي الابعاد، بالاضافة للبوينت وايز اللي هو بيمثل العمق تبعي اللي انا بدي اجري عليه النتائج. تمام. فبالتالي الديبث والديبث وايز كونفولوشن كيف بده يكون الحسابات تبعته؟ الحسابات تبعته انا عندي عدد الفلترز 3 في 3 تمام، هيها هنا ضرب عدد الفلتر بوزيشن انا عندي 4 في 4 تمام، ضرب عدد الفلترز هنا كمان مرة، هنا بصير انا عندي بهذا الشكل ضرب 3، حاصل ضرب هذول الارقام كلها 432. فتم اختزال العمليات الحسابية من 2160 ل 432 تمام. فبالتالي انه الدبث وايز انه عادة العمليات انه بتكون بهذا الشكل. اوكي. طيب خلينا نشوف الاركتكتشر. يبقى احنا عملنا تعديل هنا للكونفولوشن اوبريشن، استبدلناها بدل ما هي نورمال صارت ديبث
واي سيبيرابل كونفولوشن، وهذا الكلام بدنا نشوف كيف شكلها في النتورك اركتكتشر، الموبايل نت نتورك اركتكتشر. في النتورك اركتكتشر بدي يكون انا عندي هنا، في انا عندي تو فيرجن بالمناسبه، فيرجن واحد وفيرجن اثنين، وهذا الكلام انتم ممكن تشوفوه على يعني جوجل هنا. فبالتالي انه ممكن انه انت تبحثي على موبايل نت مثلا فيرجن 2 مثلا بالتنسر فلو، فهي موجودة هنا. خليها تفتح براحتها وخلينا نرجع يعني نشوف. فأنا بقصد إنه الإمبلمنتيشن، هاي الإمبلمنتيشن كنتورك أركيتكتشر موجود يعني. فبالتالي إنه هاي الموبايل نت فيرجن 2 تمام، وممكن أنا أستخدمها. هاي التفاصيل تبعتها قديش الإنبوت شيب وقديش الألفا، كل البارامترز هذه كلها إنه هي موجودة. أنا عندي ممكن أنا أستخدمها عندي في إمبلمنتيشن زي التنسر فلو. ممكن أدور بدل تنسر فلو هنا أدور على بايتورش، فبحلاقي انه موبايل نت امبلمنتيشن باستخدام البايتورش. فبالتالي انه هذه زي ما حكينا نتورك معروفه، فيها اصدار واحد فيرجن واحد وفيرجن اثنين. فيرجن واحد كيف كان الشكل؟ في كان الشكل انه زي ما شرحنا حاليا، يعني انه استبدلنا النورمال بالديبث بوينت وايز، الديبث وايز سيبيرابل كونفولوشن. اما فيرجن 2 ايش الاختلاف صار؟ انا عندي الاختلاف صار عندي انه انا اخذت شورت كات من هنا ووصلته هنا، وهذه الخاصيه من الريزيديوال نيورال نتوركس. فبالتالي انا عملت فيها شغلتين، انه استخدمت التعديل في عمليات الكونفولوشن بالاضافه للشورت كات من الريز نت. فبالتالي هذا ادى ل انه تتشكل انا عندي الموبايل نت فيرجن 2 تمام. فبالتالي الاركتكتشر، لو انا بدي ادور على يعني اشوف الفورم اركتكتشر لفيرجن 2، انا عندي هاي الصوره بدخلها على كونف 2 دي، بعدين بحط البلوك اللي احنا شفناه هذا اللي احنا رسمناه هذا في فيرجن 2 تمام، بعدين بدخلها على كونف 2D 1 في 1، بعدين average pooling 7 في 7، بعدين conf 2D 1 في 1. فبالتالي انه هذه الفرق architecture تبعت الموبايل نت فيرجن 2 تمام. طيب خلينا ننتقل لموضوع الـ Transfer Learning. هذه المرة الثانية اللي احنا نتعرض فيه لهذا الموضوع اللي هو الـ Transfer Learning في هذا الكورس، واللي هو أصلا موضوع المشروع تبعكم. الـ Efficient Net مش مطلوبة منكم، أوكي؟ تمام؟ في الـ Transfer Learning زي ما حكينا إنه أنا بيكون في عندي هنا شبكة، واحدة من الشبكات اللي احنا درسناها يا اما اليكس نت يا اما ريز نت يا اما موبايل نت فيرجن 2 يا اما انسبشن يا اما في جي جي 16 او 19، بغض النظر بتكون انه مكونة من مجموعة من الطبقات زي هيك تمام. وبكون عندي اخر بكون انا عندي الواي هات هذه زي ما انتم شايفين هيها محطوط عليها 1000. فبالتالي انه النتورك هذه بيكون يعني مدربه انه هي تعمل ديتكشن ل 1000 اوبجكت او تعمل تصنيف ل 1000 اوبجكت تمام. فانا ايش بدي اسوي في الترانسفير ليرنينج؟ في انا عندي عده حالات. الحاله الاولى تمام، وخليني اغير اللون هنا. الحاله الاولى انه انا ايش اسوي؟ الغي الواي هذه اللي فيها 1000 كلاس تمام، واجي اعمل طبقه جديده
فيها الكلاسز تبعتي. لنفترض انه انا الكلاسز تبعتي الابلكيشن اللي انا اخترته، انه انا اخترت انه انا اعمل ايش؟ انه انا بدي اتعرف على 3 كلاسز، انه الكلاس مثلا انه تايجر تمام ومستي ونيدر، انه لا تايجر ولا مستي، فبالتالي انه هذه انواع معينه من القطط مثلا على سبيل المثال، فبالتالي انا عندي 3 كلاسز، فبالتالي انا اختصرت الواي هذه بدل ما هي كانت 1000 زي ما هو مكتوب عندكم هنا، وحطيت انا عندي هنا سوفت ماكس جديده، لغيت السوفت ماكس هذه، حطيت سوفت ماكس جديده، والسوفت ماكس هذه بتتنبأ ب3 كلاسز بس، فبالتالي انه هذه اول طريقه في الترانسفير ليرنينج. فعندكم في الترانسفير ليرنينج انه اول طريقه انه انا الغي الواي اخر طبقه اللي بتعطي الكلاسز الاساسيه في الابلكيشن، وبتعمل ترانسفير لابلكيشن جديد، فبحط واي بعدد الكلاسز في الابلكيشن الجديد. بالضبط، غير المعرفه اللي موجوده في التعرف على الالف اوبجكت، انه هدول اللايرز انه انا بحط انه انا عندي الفريز بتساوي 1. ايش يعني فريز بتساوي 1؟ معنى ذلك انه انا لما حطيت الطبقه الجديده هذه الواي الجديده هذه، النتورك هذه كل الطبقات حتكون جامده، مش حتتغير الويتس تبعتها، فقط حيتغير الويتس تبع اخر طبقه فقط، تمام؟ فبالتالي انا بستفيد من الفيتشرز اللي تعلمتها النتورك من الالف، يعني هي مدربة، هي 1000 اوبجكت اي نعم، ولكن مدربة على 14 مليون صورة، فبالتالي اللو ليفل فيتشرز الايمج فيتشرز اللي تعلمتها بستفيد فيها في الابلكيشن الجديد. حناخد الويت نفسهم تمام، وبس اللي الويتس اللي حتتغير اللي هي الويتس الاخيرة تبع اخر طبقة اللي فيها الواي الجديدة اللي هي حسب عدد الكلاسز تبعتي، تمام؟ فبالتالي هنا انا باخذ بعمل فريز للنتورك، وهذا الامبلمنتيشن فعلا يعني انتم ممكن انه انتم عشان تفهموه ممكن تروحوا هنا على تنسر فلو وتختاروا هنا في التوتوريال. راح تختاروا هنا في الفيجن، وتختاروا هنا ترانسفير ليرنينج اند فاين تيونينج، هاي شايفينها على الشمال من ضمن الفيجن، بفتح الفيجن زي هيك بختارها زي هيك، فحتلاقوا المثال اللي بيسوي هذا الكلام. وفعلا انه انا بقدر اعمل سيت للباراميترز، انا عندي احط ترينابل ترو او ترينابل فولس بهذا الشكل، تمام؟ طبعا هو هنا بيبدأ بالبداية انه هنا بده يعمل فاين تيونينج يعني بده يعمل بريدكشن للكاتس والدوكس بهذا الشكل، تمام؟ فهو ايش استخدم النتورك اللي بده يستخدمها؟ بده يستخدم نتورك، هنا بستخدم داتا اوجمنتيشن، هنا طبعا في البداية بعمل تريننج من السكراتش، تمام؟ وبعدين بده يستخدم هنا هنا عمل ترين للموديل وهي الليرنينج كيرفز، وهنا بده يعمل انفريز ذا توب لايرز في الموديل. فبالتالي هنا لو هنا كرييت بيز فروم بري تريننج كونفيننت، فبالتالي انه حتلاقي انه هنا حيعمل بيز موديل مبني على ايش؟ على الموبايل فيرجن 2، وهذا مدرب على 1.4 مليون صورة، تمام؟ مليون و400 الف صورة، ومدرب ان هو يتعرف على 1000 كلاس. احنا بدنا نخصصه بدنا نخليه يتعرف على 2 كلاسز اللي هي الكاتس والدوكس، تمام؟ في البدايه انه هو بخلي الكلاسز انا عندي يعني بخلي النتورك انا عندي يعني مجمده، فبالتالي انه البيز موديل ترينبل بتساوي فولس، معنى ذلك انه عمل فريز للconvolutional base، معنى ذلك انه الويتس ما بتتغير، تمام؟
وبعدين في مرحلة تانية عمل انفريز لطبقات معينة. فهنا على سبيل المثال انه اخر يعني 100 طبقة بده يعمل عليها فاين تيون، فبالتالي من الطبقة 100 فما فوق حيعمل انه فاين تيون عليها. فبالتالي هنا لما نعمل كومبايل للموديل فبالتالي انه هو عمل عدة خيارات، والخيارات هي موجودة هنا. فبالتالي اول خيار انه هي زي ما هو موجود هناك، انا بس لغيت الواي وحطيت واي جديدة. الطريقة الثانية في الترانسفير ليرنينج انه انا مش بس بلغي الواي وبلغي كذلك كم من طبقة، تمام، وبروح بعمل بدالهم طبقات جديدة زي ما انتم شايفين هنا، تمام، هاي طبقة وهي طبقة بدل هذه اللي أنا لغيتها، تمام. فبالتالي إنه هذه الجزئية بعملها فريز وهذه الجزئية بتصير ترينبل. فريز معنى ذلك إنه أنا ما بغيرش في الويكس، وهذه الباراميتر موجودة أنا عندي في التنسر فلو، يعني بقدر إنه أنا أحط إنه فريز بتساوي فولس أو ترو عشان إنه أنا أحدد إنه الطبقات هذه حيتم تعديل الويتس تبعتها أو لا، تمام. انا هاخذ نفس الاركتكتشر تبعتهم، تمام. هنا في الخيار الاول انا بس لغيت اخر طبقه، تمام، اللي بعدها انه انا بكون لغيت تبعتهم وبعمل واحده جديده زيهم بديل نفس الطبقات تبعتهم، نفس الاركتكتشر، بضيف طبقات جديده بدالهم، تمام، بنفس العدد وبنفس الاركتكتشر بحيث انه تصير هذه انه قابله للتدريب، وهذه فريز زي ما هي. لاختيار النتورك اركتكتشر اكيد، يعني انه هو يعني وهذه الشغله انه زي ما حنشوف فيما بعد انه اتاحه هذه المودلز بحيث انه هي تكون اوبن سورس تمثل نعمه بالنسبه لنا، لانه بناء شبكات معقده تحتاج لكم هائل من الجي بي يوز والحسابات، يعني ليس من الشيء السهل. فبالتالي هو لما يطرح الشبكه تبعته انه يصير اونلاين واوبن سورس، يعني اي باحث ان هو متاح ان هو يستخدمها، وفر عليه الوقت والجهد اللي استغرقوا اصلا لبناء هذه الشبكه وتدريب هذه الشبكه، فبالتالي هذا بيساهم في تطور الابحاث بشكل كثير كبير، تمام. يبقى هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث انه انا بدي الغي الواي الاخيره، تمام، وبدي اعمل ترين لكل النتورك. يبقى هذه النتورك مش هعملها فريز، معنى ذلك انه الويتس حتتعدل. بس ايش الفرق بين التدريب من الصفر والتدريب هذا؟ تدريب من الصفر معنى ذلك انه بصير انيشيلايز للويتس بشكل راندوم، اما هذا الانيشيال ويت هو بيكون الويتس اللي هو توصل لها، فبالتالي بوفر علي وقت كتير كبير بدل ما انا اختار ويتس عشوائيه، انه انا بكون اخترت ويتس انه انيشال ويتس انه الايرور فيها قليل جدا، فبالتالي انه بكمل تريننج. فبالتالي انتم بالنسبه لكم في المشروع يعني مطلوب منكم انه على الاقل انه تجربوا طريقتين تو ستايلز من الترانسفير ليرنينج على الاقل، يعني بحيث انه انتم تقارنوا بيناتهم. اوكي، الداتا اوجمنتيشن حكينا عليه قبل هيك، وحكينا انه ايش الاوقات اللي انا بحتاج انه اعمل فيها داتا اوجمنتيشن لما يكون في عندي هنا نقص في البيانات. هنا بس انه مجرد انه يعني بياكد على الكلام انه يعني في عندي عده عمليات ممكن انا اسويها استخدمها في الداتا اوجمنتيشن. اللي الجديد بالنسبه لنا هنا في العمليات اللي هي الكلر شيفت. ايش الكلر شيفت؟ الكلر شيفت انه بما انه احنا بنتعامل مع صور ار جي بي، فبالتالي انه بصير في انا عندي اضافه او طرح بقيم معينه عشوائيه طبعا برينج معين للار والجي والبي.
يعني هذه الصورة بصير في منها نسخة بإضافة 20 للآر وطرح 20 من الجي وإضافة 20 للبي، فبالتالي إنه هنا هذه الصورة بتصير يعني بزود الانتنسيتي تبعت الأحمر والأزرق وبقلل الأخضر، فبالتالي إنه بتطلع الصورة بهذا الشكل. هنا في هذه الحالة أنا بزود الجرين والبلو وبنقص الريد، هنا بزود للريد والبلو بزوده بمقدار كبير، يعني هنا بلس 50 هنا 5 هنا 0، معنى ذلك أن هذه الصورة بتصبح أكثر إزرقاقا يعني زي ما أنتم ملاحظين هنا، فبالتالي أنه هذه الصورة بطلع منها أكثر من نسخة باستخدام الكالر شيفت يعني، فهذا هو الجديد في الموضوع. طبعا الامبلمنتيشن لهذه الشغلة قبل ما أنا أعمل فيد للداتا سيت تبعتي، يعني إحنا كل الكونف نت اللي إحنا كنا نشوفها هذه الإكس اللي هنا، أو حتى خليني أورجيكم صورة يعني هنا، هذه الصورة بدخلها على الكونفولوشن نيورال نتورك، بيكون في عندي هنا بايب لاين موجود في النص بجري فيه هذه العمليات. ايش هي العمليات هذه؟ انه هي ممكن انا اعمل ديستورشن للصورة، انه انا اعملها مثلا انه بدل ما هي موجودة الشكل تبعها بهذا الاتجاه تمام، بروح بعملها فليب. عملية تانية انه هذه الصورة رحت طبقت عليها مثلا انه كلر شيفت، بالتالي انه صارت كانت الصورة هذه بلون صارت بلون تاني مختلف وهكذا. فبالتالي برتب انا عندي الداتا سيت وبعدين بروح بدخلها للنتورك تبعتي انا عندي كخطوة اضافية يعني كامبلمنتيشن بس. تمام الامور لغاية الان. طيب صحيح، يعني ممكن صحيح، بس انه يعني ممكن انه الشغلة هذه إنه أنا أعملها مش إنه راح تكون عمليات ثابتة، راح تكون العمليات بشكل راندوم، يعني إنه الصورة هذه بعمل عليها كلر شيفت، الصورة اللي بعديها بعمل عليها فليب، الصورة اللي بعديها ممكن تكون برضه فليب أو عملية ثانية يعني، فبالتالي إنه موضوع الراندومايزيشن مهم جدا. طيب نيجي نشوف إيش حالة الكمبيوتر فيجن اللي موجودة عندنا حاليا. طبعا هذا الكلام انه حسب توفر البيانات انا عندي، فبالتالي بدنا ناخذ حاله انه انا عندي هنا بيانات قليله لا انه انا عندي بيانات كثيره. فبالتالي لما يكون في عندي بيانات كثيره فروح بستخدم algorithms بسيطه في الديب ليرنينج، وبيكون في عندي هنا less hand engineering، يعني ما بطلع فيتشرز كثيره من الصور بشكل يدوي تمام، او بحدد ايش هي الفيتشرز هذه، بطبق الكونفولوشن نيورال نتورك بطبقات عميقه زي ما شفنا في الاركتكتشرز الموجوده اللي درسناها سابقا تمام. وهذه يعني انه انا ممكن انا اطبقها في السبيش ريكوجنيشن، ايمج ريكوجنيشن تمام، ممكن على سبيل المثال في الاوبجكت ديتكشن انه تكون في عندي داتا سيت قليله، وعدنا حنشوف لما ندرس الاوبجكت ديتكشن هنعرف ليش انا في عندي داتا سيت قليله، لانه الانوتيشن تبعتها صعبه. لا على سبيل المثال في الايمج ريكوجنيشن مطلوب من الصوره هذه تصنيفها انه هل هي A ولا B، صفر ولا واحد تمام. اما في الاوبجكت ديتكشن مطلوب التاسك اعقد، مطلوب انا عندي تحديد البوكس تمام، والبوكس هذا ايش فيه للاوبجكت، فبالتالي انه الداتا اللي افيلبل في الاوبجكت ديتكشن اقل بكثير من الايمج ريكوجنيشن، ففي هذه الحاله انه انا بحتاج انه يعني استخدم الترانسفير ليرنينج في هذه الحاله، فبالتالي فعلا الترانسفير ليرنينج حيفيدني بشكل كثير كبير. تمام طيب هو فعليا انا مش حلعب كثير بالهاند انجينيرينج او يعني بالفيتشر الهاند انجينيرد، يعني هو فعليا متاح انا عندي العب في الكونفولوشن
نتورك اركتكتشر، انه انا اجرب نتورك اركتكتشر مختلفه زي الموبايل نت زي الريز نت، وانه اركب هذه مع هذه بحيث انه تعطيني انه اداء افضل. تمام. طبعا الاوبجكت ديتكشن انه زي ما انتم شايفين هنا المثال، انه مطلوب تحديد المربع وتحديد ايش الاوبجكتس اللي موجود هنا، انه مطلوب التعرف على السيارات. هاي فين عندي مربعين، سيارة قريبة وسيارة بعيدة بهذا الشكل. طبعا هنا بعض التلميحات انه كيف ممكن انا احصل على اداء جيد. تمام. لو بدي انا اعمل بحث، طبعا بالتجربة بين انه هذه الشغلات انه بتشتغل بشكل كتير كويس. يعني على سبيل المثال الانسمبلينج، هذا الاسلوب اسمه انسمبلينج. ايش هذا هو، ايش الاسلوب هذا؟ تعريفه انه بعمل ترين لعدة شبكات بشكل مستقل اندبندنت. تمام. وبعدين بروح بعمل افريج للاوتبوت تبعهم اللي هو الواي هات. طبعا اكسبيرمنتالي اثبت انه هذا ممكن انه هو يحصل نتائج افضل. تمام. الاسلوب الثاني او النصيحه الثانيه او التلميح الثاني اللي ممكن انه هو يحسن الاداء، انه انا استخدم حاجه اسمها مالتي كروب ات تيست تايم. المالتي كروب ات تيست تايم انه انا ممكن اعمل 10 حركات كروب انا عندي في الصوره. ايش الكروب المقصود فيه؟ لو انا عندي هي الصوره الاصليه، ايش يعني انه انا اخذ كروب؟ باخذهاش كلها، بروح باخذ هذه الاريا، فبالتالي انه هاي كروب. تمام. انه انا بروح بزغر نفس المسافه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. تمام. بعدين الحركه الثانيه انه انا ايش بسوي، انه انا ممكن اعمل كروب واستخدم انه المساحة هذه مرة احطها في الكورنر هذه، مرة احطها في الكورنر هذه، مرة احطها في الكورنر هذه، مرة احطها في الكورنر هذه. فبالتالي انا بطلع انا عندي يعني صور مختلفة ممكن انا استخدمها في التست تايم. فبالتالي انه الصورة هذه تبعت الكات، فممكن يطلع عنها هاي 4 صور انا ممكن انا استخدمها في التست. طبعا هذا الكلام ممكن انا اطبقه لما اعمل فليب للصوره. الصوره هي الكاد موجود بهذا الاتجاه، في هذه الصوره موجود بهذا الاتجاه، وممكن ارجع اطبق نفس عمليات الكروب. انا عندي هاي، انا عندي 1 وهنا زائد 4، فبالتالي بحصل انا عندي طلعت 10 كروب بغض النظر عن عدد الكروب اللي موجود. فبالتالي هنا بعمل ران للكلاسيفاير على مالتيبل فيرجنز للتست ايمج، وبعدين بروح بعمل افريجينج للريزلت تبعتهم. تمام. طبعا زي ما حكيت انا حطيت لكم في رابط المستودع عندنا روابط لمستودعات لبري تريند او اوبن سورس ماشين ليرنينج موديلز او ديب ليرنينج موديلز. طبعا اتاحه السورس كود يعني بيسهل بدرجه كتير كتير كبيره استخدام هذه النيتورك، وبتوفر علي جهد يعني وقت طويل جدا. بدل ما انا اعمل امبلمنتيشن لهذه النتورك من سكراتش، فبدور على امبلمنتيشن موجود اوبن سورس بشكل يعني كل ما كان متاح بيكون انه افضل بالنسبه لإلي، وبروح بستخدمه في البري ترين وبعمل له فاين تيون. وهذا هو فعلا التوجه عندنا في هذا الكورس، وهذا هو لب المشروع تبعنا، انه احنا بنستخدم بري ترين مودلز ونعملها فاين تيونينج، لانه مش من المنطق انه انا ابني موديلز من سكراتش وانا في عندي في تقدم في هذا المجال باستخدام البري تريند موديلز. اوكي.